سيداتي وسادتي، اليوم ننقل لكم مقابلة غانا وكاب فيردي، ونلاحظ أنه تحركت الأقلام وبدأت الأحلام وكبرت الأفلام ورفرف يا أعلام، استعد يا حكام وصلي يا درغام، شامخا همام محبوبا همام بالنصر لن الانهزام. وهذه بداية ربع النهاية بغانا وكاب فيردي، فإنها مقابلة حاسمة. فالكاب فيردي فازيون وزينها كارليتوس فرناندو فيرلا ناندو نيفالدو ماركو أنطونيو سابانكو ريان مينديس، فجل اللاعبين يعني يلعبون عندهم محترفين، وحسب معرفة يعني قريبا من أشخاص من كاب فيردي يقولون بأنه منتخب متمرس، منتخب يعني هو في غاية الاحترافية، ويعني هو كان مفاجأة بالنسبة للمغرب. وهنا غانا والكاب فيردي، واليوم نتوقع أن تنتصر الكاب فيردي، وإذا انتصرت الكاب فيردي فممكن أن تمشي بعيدا في هذه المنافسة. بافانا يا بافانا، كبير المنى السعد والهنا، بافانا يا بافانا. فتابعوا معنا مقابلة سيداتي وسادتي. السلام عليكم ورحمة الله، من الولايات المتحدة الأمريكية الشاب الشيخ شبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.